كريستيان إريكسون يطيح مرة ثانية ببوفون ويسجل هدف التعديل في الدقيقة 71. هدفان لمثله ما صارت النتيجة لصالح توتنهام. أو الخطأ من كيليني، الأخطاء مثل هذه ممنوعة يا كيليني، حطها لك إريكسون في المكان الذي انتقلت منه. شوف هنا تحرك، هنا جاته الكرة في الجهة اليمنى وهدف التعديل. هدفان لمثله ما صارت النتيجة الآن. توتنهام يفعلها في أليانز ستاديوم تورينو ويعود بجدارة وباستحقاق. نعم.